السلام عليكم شنزو. في فيديو هذا في الفلوج هذه حنشوفوا حاجة هلبة مليحة. طبعا أنا قاعد نحاول نتمرن أن ندير فلوجز ملاح بأسلوب مليح، لكن المحتوى إن شاء الله دي ما يكون كويس. في الفيديو هذا حنشوفوا فلوج لمؤتمر هلبة عالمي وكبير هلبة اسمه رايتس كون. المرة هي داروه في تونس في هوتيل لايكو هوتيل، يحكي أكثر شيء على الكوميونيتي فيليج، فحنوريكم حنديروا دور عليه والسيشنز اللي فيه. يعني هو عبارة على مجموعة سيشنز يداروا، يعني ببساطة الهوتيل يكون الحجرات بتاعهم مقسمين، فتنزل الابليكيشن بتاع رايتس كون باش يطلع لك السيشنز اللي موجودات، تقدر تحضر انت تشبه في الابليكيشنز كل سيشن من امتى لامتى وفي اي قاعة، وتمشي تخش لها حسب ما تبي. يعني منظم very well organized، منظم بطريقة هلبة مليحة. فخلينا نشوفه هو المؤتمر كيف هي. خلونا نمشي نحضروا سيشن توا ونشوفوا كيف الجو متاع السيشنز متاعهم. هاي السيشن اللي حنحضرها توا على الارتفيشال انتليجنس، فحتبدا هي توا في قاعه اسمها البيهايف. انا ماشيلها ندير سيت اب ونرجع. اوكي السيشن حتبدا توا، تقدر تشوفوا من ال ثانكس تو اور سبونسرز الرعاة متاع السيشن. As you can see، زي ما شفتوا توا فيه السبونسرز متاع السيشن هذه او متاع رايتس كونفرنس كامل اللي هو في تونس 2019، في جوجل، مايكروسوفت، اوبن سوسايتي فاونديشنز اللي هي من تويتر، في سويدن، في فيسبوك. فشكلها حتكون مليحه، حنحاول نصور لكم من داخل السيشن شويه حاجات. هاي اتس فاين. يا كيف خسيت المكان اللي حضروا فيه السيشن هذه متاع الارتفيشال انتليجنس. Exercise is the organization that brings Rights Con to life every year, and I'm very excited to be here with you. And it's a special shout out to all of you who are attending Rights Con for the first time. It's big, it's overwhelming, but we are here together, and all Access Now staff is happy to help if we can somehow. So, for the better or worse, everybody seems to be working on artificial intelligence. You must have heard. اوكي سو بعد هالوقت ممكن لي حوالي 3 ساعات هنا ولا ساعتين بالعربي. نتمنى ان شاء الله تكون عجبكم. طبعا ما غطيتش هلبة لانها حرفيا كنت مستمتع بكل ثانية قضيتها فيه او مشيتها فيه. طبعا حنحاول ننشر لكم في خليكم متابعين على اليوتيوب شانل، راح ننزل لكم في بتاع الكوميونتي او الفورم الخاص بالقناة، فحنزل لكم امتى حيكون السنة الجاية او وين، لان هو فكرة ان كل سنة يقام في بلاد، في الوقت ممكن يختلف او يكون نفسه، لكن كل عام يقام في دولة معينة، وان شاء الله تكون دولة سهلة ان كل الاشخاص يقدروا يوصلها بسهولة وبسعر ممتاز، حتى يكون اكبر عدد ممكن يقدر يشوفها، لان حرفيا اكثر مؤتمر او منتدى هو حرفيا مؤتمر، اكثر مؤتمر انا استمتعت بحضوره. ف thank you for watching و I wish you the best of luck.